قرعة طبول. إذن بانطلاق القافلة الثانية من الدورة الخامسة من مهرجان طبول من تنظيم جمعية أوفر بويز بسلا، لكن هذه المرة بشعار ضد كوفيد-19. فنون الشارع إذن عادت لتؤثث من جديد شوارع مدينة سلا، لكن في قالب فني تحسيسي على شكل قافلة متنقلة تجوب الشوارع، تمتع وتواعي الجمهور والساكنة في امتثال كامل للتدابير الصحية. احنا اليوم كننظموا الدوره الخامسه ديال مهرجان طبول اللي كما تشوفوا درناها على اساس هي كغافان تحسيسيه وفنيه. استغلينا هذه الظروف هذه اللي جات ديال الكوفيد باش اننا نقدروا ننشطوا شي شويه المدينه ديالنا، وفي نفس الوقت نساعدوا الفنانين انهم يقدروا يعاودوا يتلاقاو بلو بوبليك ديالهم. لنا شرف المشاركة مع جمعية أوفر بويز في تنظيم هذه القافلة الفنية التحسيسية التي تمزج بين الموسيقى والرقص وفنون السيرك. هو استئناف تدريجي للحركة الفنية والثقافية، لكن في احترام تام وصارم للإجراءات الحاجزية. فنون تعبيرية وإيقاعية فولكلورية امتزجت فيها الثقافات والألوان الموسيقية تجسيدا للتلاقح الثقافي الأفريقي. رقص وقرع على الطبول وعروض خفة أبهرت الجمهور وجددت وصال هؤلاء الفنانين الشباب بشغفهم. كان واحد استقبال مع الجمهور، وحتى حتى الفنان ولينا حسينا براسنا تحركنا. تركنا اليوم في مهرجان طبول اللي كانت زعما النسخه ديال اونتي كوفيد اللي كانت دازت مزيانه، كانت جميع زعما كانت المسافات الامان، كنا دايرين لي بافيت، زعما كاع الاجراءات الوقائيه كانت حاضره ووعينا بها الناس ونشطنا معاهم. شاركنا اليوم في هذه القافله الفنيه التحسيسيه ضد مخاطر كوفيد-19، ونحن سعداء جدا لمساهمتنا في انجاح هذا الحدث، خاصه بعد توقفنا اضطراريا لمده طويله بسبب الوباء. عروض حية متنقلة افتقدناها طويلا، عادت لتدعم ولو نسبيا الحركية الثقافية بسلا، حاملة معها في الآن ذاته رسائل للتحسيس والتوعية بأن الفيروس اللعين لا زال بيننا، والالتزام الصارم بالقواعد الصحية واجب علينا.